هذا اللي بغى يقرا تيجي بكري هذه ما ندير لكم عاد دخلوا عليكم القسم هذه ما ندير لكم صافي سيروا دابا قالوا لي سديت القسم سديت الباب صافي عندنا فرد اولو صافي قلبوا لي دابا سير صافي حيد عليا من هنايا صافي لي ما كدير لينا بحال ما هكا واش سلام وليدي قريسي قال لي عندي واحد فرد المنزل كيفاش فرد المنزل واحد تمايا في الدار واش دابا السر في الدار ماشي فرد الساروت وانت نعطيك السوارف واني سد الدار فهمت ولا لا ياك وليدي يلا شوف غنسالي مع الحاجه ونجي انا قربت نسالي لها ما تخرجش عندك تخرج يلا واش غدير الفرده قرايه راه ما غتنفعك بوالو سير خدام ولا شي شتي خرج لها ولا خدام ولا شاد راه مطريق ما والو اخو انت كتقرا وما كتبقى تسيق الديون تخرج معايا نتايا لا اخو انا مصوبيني الوالد الحمد لله تقرا وانا نبقى نتجرج في خدامي يدوك ابقى نجرجر في الخدام اخويا انا نصحتك بغيتي تقبلها ما بغيتيش الله يسهلها انت كتقول باك مصوفين وباك مصوفين اش حنا مالنا انا الوالد راه كرابا انا مصوف كرابا فهاد الحياه هادي عشيري باك ما عرف عم شوف ما شوف شوف الوالده دابا سيط رجل شويه الرجل صعيبه شو لعبك بلا عشيري لا ما عنديش فلوس الفرده عارفه انت عدال لا لا شنو هاني مسلا هاني دار دوار دريس غادر كبير هاني هاي زهرة سير صاحبي دوينا معاك بولي سير تخدم ولا شي شتي واش علاش لك انت واش لك سير تما كصاحبي كدير الميناج وكتطيب وتعلى ما قراوش حتى ما قراوش حتى الحواله شوف عاد منه شوف عاد منه خلو يلا هو شريت اش هاد الخدمه كدير تتحرك شويه صعيب واش هادي خدمه هادي تخدم ولا حيد عليا انت اش هادشي كتقربك تسر بيه الموطور ديال السير خليه حيد علينا من هنا خدم ولا سير لداركم انا خدامين وتحرك شويه بقا تمرضن علينا هنا الناس راه السيرت كيفاش كيشدو هكا ها كي كيديروا ها ها الخدمه كيفاش ماشي كيبدا يتفتف خدم ولا سير لداركم سمعتي راه بقاش نعاود معاك الهضره كامل قبل الوريد ايه صغيرو فين الباترون ديالك الله نلقى شي خرج بواحد السطر واحد مدير الموطور باه حاطر باش بريباري بدي لي بيسات خدام كنغسدو لهم ما الوقت باه اصلح لينا وصافي صحينا موالت ندبر على 3000 درهم باه 1000 درهم شدي 1000 درهم هات لي عليه فين هو جيب واحد الصخره وغيس دابا هو الموطور باغي يخرج الدار باغي يخرج بحاله صافي قول لي شنو خاصو ونجي نجاوبك دابا في السفره كيدخل 1000 درهم حنا سيمان الله 1000 درهم تما على البود خدمه بخير استنى شنو بقيتي تجي لعفريت الوالده خدامه كيفاش خدامه الوالده وانت مالك صافي الوالده طابو يديها بجافير وانا شحال خدمو نصوفيو شويه ان شاء الله وي وي بغيت نخدم خدام شي صنعه شريفه اش بغيتي دير دابا دابا عاد
عطل. شنو عطل؟ شنو دوي؟ تاع السرقه. كيفاش السرقه؟ انت دوكا تتشفر. كنا خدامين مع داك السيد ديال هذاك اللي شكون هو؟ السيكليست. دايما نديرو ما كاين لا فلوس لا والو. والتسير سيدي صبر قدام شي سلعه، كل شي سلعه شريفه قدام نبيعها وصبر مع راسك. فهاد البلاد كاين الصرا. الله يديك يا ولدي الله يديك. خلقي باس المرض الضرب الجرح والسرقة، نجحت في اول فرضة تولي زنقة تبليقة، مكانة سرت فرد راسي وما فيش الثقة، حكومة طول وعرض كل بلاد كاملة في دقيقة، عالمنا احمر ولا كل دروع اخو حد انا كل اخو راسو عندي سيدي كلاري عندي كلاري بك تحن صيفتك هاد ربي هاد ربي اعطاك عندي كلاري بك عارف شد العيب ديال سبيدر مان عندي تشارير واحد اللي قارو ولا كيتصور عليه ولا شي مفرقع وصاحبي والله خويا جينا كاش نقلب عليك نقسم لك عباد الله انا عارفك نادي الفرده عارفك نادي دار امك سيري مالي لي في العيبات مالي فيهم ايه ايه لو تسرقي طابو ولا ماشي طابو طلع ليه طعيب لما باش نطلع لك تنا نطلع لك كحلوة قال عاد كحلوة عاد ديولك وهدو بقى لك مالش لك فلوس غرقعك ابو دوع قال تشل اللي مفعل مولود شرسة تشل لك نسبك حتى داركم وتشل اللي عبطي عندي لنطع عنك شل داركم وانش عارف انا ورب دربكم ونهل انا الرجل بلاش بلاش انا معاك واحد دقيقه الله يحفظك شويه على خوتي راح تليفون اش تليفون اشي ناري ناري ما عرفتش شكون هذا شكون شكون لكم صباح هاك شي زعما هاك 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 مع ديك خطنا خويا راه من جوج ونص انا كنتسنى فايده ب 4 ونص غير تصوني شنو غندير معاك شارجينا دخلت تكون عندك موطور غتخرج عندك بغيت من الدراسه اش كنتي تشوف معنا شنو الدريج غيصوني جراف هذا التليفون جراف قال لك كيتسنى في جراف دق لهم جراف هذا صغير ورا دابا والله ما عندي حاجه والله ما عندي حاجه والله ما عندي حاجه شوف غادي تبع غير شي لازم واحد منهم داك لي سار عليك ها لي سار عليك الله يهن عليك لي سار عليك قلت لك الماء ما كنا قشيره حتى بزاف اخويا الزاره حتى حررتي الموتور دابا ما على بالك حررتي يا صاحبي حتى حررتي كيما هذه ديما 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 We'll be right back.
خويا انت بزاف عشيري الصراحه تراه معايا احسنت لك عباد الله اشوف معاك الموت لا بوليس لا ضواحي لا كلش شنو هاد يا زدينا الخونة قلي اول ندقك عليا شي بياسه نقلب قلب لا لا انت عارفنا غندير معاك لا باريه اش شنو ندقك عليه طاجين ديال الحوت والله امي راه نهار كامل مشى وانت خويا انا راه عارف هادشي دكك شي عليه وغندير معاك مزيان عزل اللي بغيتو عطيني دابا انا غنسارع معاك في الموطور ياك بقى نسالي الموطور خذ لك هذيك البياسه لا دابا غنضرب لك على راسك كاع داكشي خذ انت شايا وانا راه امي كدير الميناج من الصغر سلام عليكم شويه ها هو الدواء ديالك رشون عطي راسك الراحه يا ولدي حتك واش الله وليد ملي جبتي الفلوس فلوس خدام واحد الخدمه الوالد واش من الخدمه وليدي صافي المهم شربي دواك وصافي انت ما تخافيش عليا الوالد انا ولي شويه خويا رجع لخدمتي حتى لا ما ترجعيش لخدمتك حتى لا رجعتي لخدمتك غنمشي للحبس انا لا وليدي لا وليدي ولا انا خليني انا نتكلف لك الوالد المهم شربي الدواء وانا جاي خاصك شي حاجه عيطي لي وليدي رد بالك امي انت راه الوقت صعابس الله يرضى عليك امي نسي شكون قريت زيد شكون السلام عليكم السلام كيرا مومش لاباس لاباس الحمد لله اش عاوديك الحمد لله شكون انت وليدي عرفتيش عليا لا وليدي بلات الشباب ما خافيش عليا ما خافيش عليا انا وليت نقرب على المهديه هي ما تطوفو ولا تصاحبو رضوان فوالا وليدي الله كي داير وليدي لاباس عليك كده مع الصحة احنا مالوه يا تبارك الله وصلى على النبي كبرتي والله الا ديت عندي واحد الغرض هنا قلت الله يشان نطلع نشوف جي مرحبا بك ماك على هاد الغبوره وليدي مع الوقت وصافي الوقت صافي شو هذا المدى هو هنا يا وليدي شحال وبقيت شي بشويه يكون كبير انت تبارك الله المادي خوك تبارك الله كيوت شو تبارك الله تو كبير تو الله يهديها وليدي الله يهديه الله يهديه عيت معاه وليدي هضرت معاه تاع عيت الله يهديه الله يهديه الحمد لله كي داير انت بعدا بخير الله يلا بخير ونهار كبير هذا الشك فيه وليدي وجيتي عندنا الله يحفظك مرحبا بك راك خوك المهدي انا عندي واحد الغرض وغنرجع دابا واخا جيت غنرجع عندو بما جا وغنرجع يلاه جي باش تشوف خويك اخو وليدي سير امي سلامه وليدي سلامه واش الوالده انا وليدي هاني جيت امي بخير الحمد لله وليدي اللهم بارك الحمد للوالد عرفتي شكون اللي عندك شكون تقلع على رضوى اللي كان يقرا معاك في الصغر فاش كنت تجيو عندي عند الحاجه فاش كنت كنشقى ليها تبارك الله ديجا بخير عليك الحمد لله راه سولفك هو غادي سولفك راه عيت معاه برك تشوف مع كاسي راه عيت معاه والله عيت معاه قال لي انا جاي دابا انا دابا جاي السلام الوالده هذا هو رضوان اللي قلتي ليه هذا هو رضوان اللي ترى البوليس هذا هو البوليس شواجو عندي خاف مو هو الماتي هذا هو صاحبك اللي قريش معاه انا وليد دوزت معاك هذيك الطفوله البائسه عرفتي عليا مزيان نقول لك واحد القضيه الماتي انت ما بغيتيش تسمع مني قلت لك خرجت على مكسر عادي ما كنتيش باغي تقرا ولكن انت خرجتي على راسك نوضتي علينا الصداع بزاف في الولايه ما عنديش كيفاش ندير لك والله غاسمحي لي امي مينا والله انت هو رضوان ياك ها بسببك انا خرجت من الدراسه كنت كنقرا مزيان شحال كنت كنعطيك تاكل وتشرب كنعطيك النقله انت اللي خرجتي لي على حياتي وليتي دابا باغي تطبق عليا القانون ياك ولكن ماشي مشكل ها كايدي صيفطني للحبس النور ما كانوا في يا جوني بدو قطعني تعبني ويمشي معنا مزيان قانون فوق كل شيء ويمشي